لمزيد من النقاش والمتابعه مشاهدينا انضموا الينا هاتفيا من لندن استاذ كايد عمر المحلل السياسي. استاذ كايد ارحب بك معنا في هذه النشره، برايك ما هي العوامل التي ساعدت بريطانيا لتخطي هذه الموجه وهذه الازمه الموجه الرابعه ويعني الوصول الى مرحله جديده من التحكم بهذا الفيروس؟ بريطانيا هي من الدول المتقدمه جدا وهي من الدول التي باشرت بالبحث العلمي وبالبحث عن اللقاح، وهي من الدول التي صنعت لقاح مضاد لفيروس الكورونا وهو الأسترازينيكا ولقاح جامعة أوكسفورد كما هو معروف، وطبعا هي أسرعت في إعطاء اللقاح للمواطنين البريطانيين بشكل مباشر وسريع، وهي يعني أعطت الجرعة الأولى والثانية لجميع المواطنين، والآن هي تعطي جرعة إضافية يعني لمساعدة المواطنين، بحيث أن من المعروف بأن الفيروس هو متحور ومتحول ومتغير، وبذلك هي بريطانيا تعتمد سياسة توزيع اللقاحات وتجديد اللقاحات بحيث أن يكون التطعيم هو السياسة الأقوى التي تساعد المجتمع البريطاني إلى الاستمرار في مواجهة هذه الأزمة المتجددة المستمرة. وحتى في بريطانيا يعني من المتوقع أن يكون هناك إجراءات جديدة من التضييق والحجر المخفف لمواجهة أي زيادة في عدد الإصابات مع اقتراب أعياد الميلاد واقتراب أعياد رأس السنة، وهي من المعروف بأنها موسم يزيد الاختلاط ويزيد من نسبة انتشار الفيروس. ما هي الإجراءات يعني أستاذ كايد التي من الممكن أن تتخذها الحكومة البريطانية في الفترة القادمة للتقليل من تفشي هذا الوباء، وماذا عن التزام المواطنين في بريطانيا بكل هذه الإجراءات؟ يعني أول إجراء هو الإسراع في إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للمواطنين البريطانيين، وطبعا هذه الإجراءات هي من أهم الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة من تشجيع ويعني المساعدة في زيادة عدد المتطعمين من المواطنين. الخطوة المتوقعة الأخرى هي إعادة فرض بعض القيود مثل عدد المواطنين الذين يستطيعون التجمع، إعادة لبس الكمامات، وطبعا المواطنين يستمرون في لبس الكمامات في الأماكن العامة وفي القطارات وفي الباصات وفي الأماكن المكتظة من التواجد، وأيضا هناك قد يكون إجراءات تقييد على عدد المواطنين الذين يستطيعون التجمع في احتفالات رأس السنة وفي أعياد الميلاد، وهناك أيضا توقعات بأن يعني تفرض الحكومة البريطانية بعض القيود وذلك لزيادة عدد الإصابات في الفترة الأخيرة مع عودة الشتاء وعودة المواسم الاحتفالات. وطبعا كما هو معروف الحكومة البريطانية أيضا دعت الكثير من المواطنين إلى أخذ لقاحات تطعيم خاصة بالإنفلونزا وبالبنيمونيا وأمراض أخرى قد تكون مرتبطة خاصة بريطانيا يمكن من أوائل الدول التي عملت على العديد من حملات التوعية للمواطنين للإقبال على هذه اللقاحات. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ كايد عمر المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.